وتلاوة القرآن من أهل التقى سيما بحسن شجا وحسن بيان. أشهى وأوفى للنفوس حلاوة من صوت مزمار ونقر متان، وحنينه في الليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيدان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات غريب القرآن. والكلمات التي سنتناولها اليوم بإذن الله هي: أولا تبسم، ثانيا بشرى، ثالثا بصرت، رابعا بصائر، خامسا بصيرة. ولنبدأ على بركة الله في تدبر ألفاظ القرآن. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. اللفظ الأول لفظ تبسم الذي ورد في سورة النمل في قول الله عز وجل: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني، إلى آخر الآية. فشاهد فتبسم ضاحكا من قولها. التبسم الضحك من غير صوت، التبسم الضحك من غير صوت، وهو دون، والتبسم دون الضحك، فهو ضحك بغير صوت. إذن هذا هو اللفظ الأول. اللفظ الثاني لفظ بشرى الذي ورد كثيرا في كتاب الله عز وجل، كما في قول الله تعالى: قال يا بشرى هذا غلام، وكذلك في قول الله عز وجل: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا اللفظ ورد كثيرا في كتاب الله عز وجل. البشرى بكل اختصار ووضوح الخبر السار، البشرى الخبر السار، الخبر الذي يسر. ومنه أيضا استبشر، استبشر بمعنى وجد ما يبشره من الفرح، استبشر أي وجد ما يبشره، كما في قول الله عز وجل: يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، إلى آخر الآية. فيستبشرون أي أنهم وجدوا ما يبشرهم من الفرح. إذن هذا هو اللفظ، هذا معنى يستبشرون ويستبشر. وقيل والله أعلم هذه الكلمة أخذت من لفظة البشرة، إذ أن الإنسان عندما يسمع خبرا يسره ماذا؟ تنبسط وتنتشر بشرة وجهه، تنتشر بشرة الوجه. فلهذا سموا الخبر السار، سموه ببشرى لما يحدث من انتشار واتساع لبشرة الوجه. هذا من المعاني التي قيلت، والله تعالى أعلم. وكما سبق البشرى الخبر السار، فهي في الأصل وعند الإطلاق تستعمل بمعنى الخير، بمعنى الخبر السار تستعمل للخير، وقد تستعمل للشر ولكن بشرط أن تكون مقيدة. البشرى قد تستعمل للشر بشرط أن تكون مقيدة، كما في قول الله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم، ورد غير مرة في كتاب الله عز وجل. وكما في قول الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. فهنا البشارة بالعذاب، فيصح ويسوء هذا في اللغة، ولكن تكون مقيدة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. إذن هذا هو اللفظ الثاني بشرى. اللفظ الثالث لفظ بصرت، ولنأخذ الألفاظ الثلاثة معا، الألفاظ الثلاثة الأخيرة، وهي ماذا؟ بصرت وبصائر وبصيرة. ننتبه هنا، هنا عندنا أمران، عندنا بصر وعندنا بصيرة. جمع بصر أبصار، وجمع بصيرة بصائر. لننظر ولنتدبر.
بصر، ما معنى البصر؟ البصر هو حاسة الرؤية الجارحة الناظرة، وهذا معلوم إن شاء الله تعالى، وجمعها أبصر. البصر ورد في قول الله عز وجل كما في سورة القمر: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والجمع جمع بصر أبصر، أيضا جاء غير مرة في كتاب الله عز وجل كما في قول الله تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، إلى آخر الآية. فهنا بصر وأبصار، هنا البصر أي حاسة الرؤية، البصر الذي هو الجارحة الناظرة، الجارحة التي تنظر، هذا هو معنى البصر. البصيرة التي سبق أن جمعها بصائر، بصيرة هنا تستعمل لقوة القلب المدركة، لقوة القلب المدركة أي لإدراك القلب. البصيرة تستعمل لإدراك القلب، وجمعها بصائر، ولفظ بصيرة جاء غير مرة في كتاب الله عز وجل كما في قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إلى آخر الآية. وكذلك في قول الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فالبصيرة هنا فقلنا الأصل في البصيرة أنها ماذا؟ إدراك القلب وقوة القلب المدركة، وتستعمل أيضا بمعنى اليقين وبمعنى الحجة. فقد فسروا قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة قالوا أي على يقين، وهذا يصح ويسوغ في لغة العرب. وكذلك الجمع جاء أيضا في كتاب الله عز وجل، قلنا بصيرة جمعها ماذا؟ بصائر، وبصائر جاء غير مرة في كتاب الله عز وجل كما في قول الله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم. وكذلك في قول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، إلى آخر الآية. فهنا قلنا الأصل البصائر هي ماذا؟ أصل جمع البصائر هي جمع بصيرة، والبصيرة هي ماذا؟ هي إدراك القلب، قوة القلب المدركة. وتستعمل البصائر في كتاب الله عز وجل كما ذكر ذلك الناظم الحافظ العراقي رحمه الله، تستعمل البصائر بمعنى الحجج، بمعنى الحجج كما يقول الناظم: هذا بصائر من ربكم، أي هذه حجج من ربكم، وهذا يصح ويسوغ في لغة العرب، وإلا فقد تبين الأصل في معنى البصيرة. إذن هذه الألفاظ التي تناولناها اليوم، وكالعادة نعيدها بإيجاز واختصار. أولا تبسم، ثانيا بشرى، ثالثا بصرت، رابعا بصائر، خامسا بصيرة. تبسم، التبسم هو الضحك من غير صوت. البشرى، البشرى هي الخبر السار، وقد تستعمل للشر مقيدة، قد تستعمل للخبر الذي يسوء ولكن تستعمل مقيدة كما سبق بيانه. الألفاظ الثلاثة الأخيرة هي بصرت وبصائر وبصيرة. قلنا البصر مفرد وجمعه ماذا؟ أبصار. والبصر هو ماذا؟ هو حاسة الرؤية، هو الجارحة الناظرة، هذا هو البصر. والبصيرة هي قوة إدراك القلب، قوة القلب المدركة، إدراك القلب، هذه هي البصيرة، وجمعها ماذا؟ بصائر. وقلنا البصيرة يسوغ أن تستعمل بمعنى اليقين، وأيضا بمعنى الحجة، وكذلك في قول الله عز وجل بصائر بمعنى حجج كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. إذن هذه الألفاظ التي تناولناها اليوم، شكرا لكم متابعين الكرام على المتابعة، وبإذن الله تعالى ألقاكم في حلقة أخرى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبسم إلى صوت يبدي ضاحكة، بشرى هي التي تسر من خبر، فباصرت به رأته بالنظر، بصائر الحجج على بصيرة يقين.